هذا جوست. اوكي خلي رسمين جوست يا شباب. يلا واحد اثنين ثلاثة. واه شوف وين طار يا شباب. والله طار على ارتفاع تقريبا 30 بلوك. اوكي السلام عليكم شوكو شباب، ان شاء الله بخير يا كل رحمي. وهلا يا شباب، حلقه جديده من سلسله المودات. واليوم يا شباب عندنا شغله اسطوريه كالعاده يا شباب. انا قاعد افحط بالمودات وادور اشوف شغلات غريبه بالمودات، فلقيت شغله موجوده بمود من المودات اللي استكشفناها قبل لكن كنت ما منتبه عليها يا شباب. بس يا شباب راح اشوفكم اياها. بس قبل لا نبلش اريد هذا يا شباب المقطع يوصل 3000 لايك، واشتركوا يا اصدقائي بالقناه اذا شفتوا جدد. ويلا يا شباب خلينا ننطلق. طبعا حضرتهم كم شغله راح نجربها يا شباب على هذا الشيء اللي حكيت لكم عليه. حضرت شغلات كلش قوية نفس ما تشوفون هنا. عندنا اندرو دراجون وعندنا وذر بوست راح نرسب انه هاي هي كم وحش بسيط، وراح نجربهم يا شباب كلها على هذا الشيء اللي دا اتكلمكم عنه. واكيد هسه يا شباب انتم مستغربين شنو هذا الشيء. هذا الشيء يا شباب عبارة عن بوابة، اوكي مثل بوابة النذر. خليها يا شباب بالارض وتصير هذه بوابة تدافع عنه، ومو بس تدافع عنه، تجيب وحوش، هذول وحوش يكونون اصدقائنا وهم يدافعون علينا اذا واحد هاجمنا. فخلينا يا شباب ننطلق. طبعا هذه البوابة موجودة خمسة منها بهذا المود. خليني افتح جيم مود واشوفكم. طبعا يا شباب اصدار المود هذا هو 1/11/2، راح يكون رابط المود بالدسكربشن اللي يحب يحمله. دشوفون يا شباب هذه هن الشغلات اللي حكيتكم عليها، ذني خمسة وهم هذا المود احنا بنجربوه قبل. فا اوكي يا شباب طريقة مصنع مالتهم صراحة ما قدرت احمل المود اللي علمني شلون اصنع الاشياء لانه عندي بيه مشكلة، لكن يا شباب انتم جربوه بلكي يشتغل عندكم. فيلا يا شباب خلينا نرجع سرفايفل ونبلش بالمود. اوكي يا شباب هسه راح اخذ بالبداية هذني، هذه الاولى راح نجربها وخليهم اخذ اكل. وهلا شو سوى البقرة هنا. يلا اوكي خلينا يا شباب نشوف مكان رسبنا بيه لانه هو شوية كبير. اتوقع هذه المنطقة كافية. اوكي فهي الطريقة مال رسبنا مالته انه تضغط كليك يمنى وتحطها بالارض. واه شوفوا يا شباب شوفوا صار، والله شكلها اسطوري يا شباب، شكلها مخيف. شوفوا دمها وادبعوا كل هذه القلوب، هذه هي دمها يا شباب، والله عندها كم قلوب هذه. اتوقع هذه هي اقوى وحده بيهن. طبعا كل وحده بيهن عندها قدرات وخصائص معينه، فهسه انا يمكن رسمت اقوى وحده بيهن لان تشوفون الدم مالتها واصل لحد تحت، يعني حتى تحت الشاشه نازل القلوب مالتها. فاوكي هسه المفروض يرسب لنا. يب هاي يا شباب بدات ترسب لنا هاي الوحوش. او دمجت هاي، ليش دمجت؟ يمكن لما ضربتها دمجت. او لا دمج، هذا المفروض يدافع علينا مو يدمجنا. اي 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 راح ينكتل يا شباب، راح ينكتل. ما اعرف شنو اللي صار قمت تدمج. هي يا شباب هذه تدافع عنا، اوكي هاي ترسبنها جنب البيت مالتك وراح تصير تدافع عليك. هي مسالمه نفس ما تشوفونها ثاني واقف عليها وما دي تسوي لي اي شيء. لكن اذا راح ارسبن يا شباب اعداء شويه اقوياء مثل الوذر بوست، خلينا يا شباب نجيب الوذر بوست ورسبنه بصفها وشوفوا. ولا اقول لكم ما راح ارسبن وذر بوست، راح ارسبن كريبر حتى اشوفكم بالبدايه قوتها على فشي ضعيف. ما اريد ارسبن فشي كبير، فخلني رسبن الكريبر. لا 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 اوه انفجر الكريبر. بس شفتوا يا شباب السلايم شلون كان دا يهاجم الكريبر؟ طبعا دا ادمج اكو فشي دا يهاجمني لكن يعني ما دا ادمج هو. اذا تشوفون يمكن هذا سلايم، لانه هو سلايم يدمج بس هذا صغير المفروض ما يدمج. والله ما ادري يا شباب. المهم خلي نروح نجيب وحش ثاني لانه الكريبر تفجر. طبعا الشغله الحلوه اللي عجبتني بهذا المود يا شباب انه يرسب لك مجموعه كبيره. تشوفون هسه هذا فيليجر، هسه هذا فيليجر يدافع علينا. طبعا ما اقدر اكتله اذا راح ارسب وحش هنا بصفه. والله يا شباب تبخر الوحش. شوفوا الليزر ده يطلع ليزر من هذه شو اسمه البوابه. خلي رسب فشي ثاني شويه اقوى. هذا جوست. اوكي خلي رسب جوست يا شباب. يلا واحد اثنين ثلاثه. واه شوف وين طار يا شباب. والله طار على ارتفاع تقريبا 30 بلوكه. تبخر تبخر يا شباب، شفتوا بسرعه تبخر. اوه ايش طلع لنا؟ اوه شوف يا شباب ايش طلع لنا؟ طلعت لنا هذه يا شباب من الجوست، لانه الجوست مات عن طريق الصاعقه فطلعت لنا هذه منه. واتوقع الكريبر هم كان المفروض تطلع لنا منه راس كريبر، لان الكريبر اذا تكتله بصاعقه راح يرسب من الراس مالته. يا اخي هذا ليش يدمجني؟ المفروض هذا يا اخي مسالم. المهم يا شباب شوفوا هسه هذا شوفوا السكيلتون صعد صعد فوق راسي. هسه هذا السكيلتون انا اقدر اصعده فوق هاي. خلي اخر من يوم هذا السلايم شوي مزعج، واقدر احمي يا شباب انزله. اذا اضغط كليك يمنى راح ينزل، واذا شفت راح يشفت وياي. شوفوا يا شباب خلي نجي هنا شويه ونشفت. شوفوا يا شباب يشفت وياي. اوه خروف، الله علينا يا شباب صار عندنا صديق خروف. والعلم انه هم نقدر نصعد عليه. شوفوا يا اخي هذا السلايم والله دمرني، المفروض هذا ما يدمجني. وخر يا وري وخر وخر، المشكلة ما اقدر اكتله، لو اقدر اكتله اتخلص منه. خليني اشوف هذا فيليجر صغير اقدر اسوي شيء. اوه صعد فوقه
شوف الفينجر يا شباب فات بنص راسي. اوكي انزل 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 يا ورع. خلي يا شباب هسه نروح نجرب عليه الشغلات اقوى. اتوقع يا شباب انه اقوى شيء بماينكرافت حاليا هو الاندر دراجون. فراح نروح يا شباب للنذر هناك ورسبن وحده من هذه البوابات. راح تقول لي طيب شلون راح تاخذ البوابه وياك؟ هسه انا اشوفكم يا شباب شلون. اذا راح نجي نوقف فوق البوابه ونضغط كليك يمنه راح تنزل البوابه بالارض. اوكي وراح يصير عندنا هذا مرت الاخ المفتاح اللي رسبنا بيه البوابه. وبهالطريقه يا شباب راح نقدر ناخذ البوابه للانت ونرسبنها هناك ونخليها تقتل التنين. لكن بالبدايه خلي اجيب كل الوحوش اللي موجودات عندي بالتشست وارسبنهم. اوه اقدر اخذ اغراضه. ها شنو خطيه قام يحترق يا شباب. تعال 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 هاك يان هاك يان هاك يان. اوكي هاك يان بعد اللي يحترق ليش هاك هاك. والله خطيه يا شباب هذا صديقنا ما لازم نخليه يموت. فخلي نروح نجيب هسه بقيه الوحوش ونجربهم. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا الوذر سكيلتون وبقى عندنا هذا الفيليجر المتوحش. يا اخوان كافي يا اخوان خلوني اتكلم ماذا يخلوني حتى اتكلم. اوكي خلي نرسمين بالبدايه الفيليجر المتوحش ونشوف ايش راح يصير له. واد تفخر يا شباب شوفوا الرعد الرعد نزل من فوق والليزر طلع يمنا يا اخي تفخر ما شفناه حتى يموت. يلا 1 2 3 الله علينا يا شباب. اوكي اتوقع خلاص هسه ماكو اي وحش يقدر يقاوم هذه البوابه. فخلي نروح على اقوى وحش باللعبه اللي هو الاندر دراجون ونشوف اذا راح يقدر يقاوم هذه البوابه مالتنا. واد اسمعوا يا شباب ما ادري اذا تسمعون الاصوات خليني اعلي شويه الصوت. اصوات كلش مخيفه مع العلم انه هي البوابه مسالمه لكن اصوات يا شباب اكثر شيء تخوفني بهذا المود. فخلي يا شباب نروح على السريع ونجيب الاغراض اللي نقدر نصنع بيها البوابه. خليها هنا ونبلش نصنع البوابة. بالبداية لازم نكسر 9 بلوكات. نبدي نكسر من هنا 1 2 3. اوكي اخيرا راحت الاصوات راحت الاصوات ورا ما شلت البوابة بفترة ما ادري تاخرت يلا راحت. لكن على كل راحت الاصوات خلصنا منها. فخلينا نخلي البوابة واخر يا ورع ما ادري خليني اخلي شو اسمه البلوكات واخر الثاني واخر. شوفوا يا شباب يشفت لمن انا يشفت ما ادري يخلوني غير يتحركون. اوكي خليني نسوي اي من هنا نسوي بهذا الشكل واخر يا ورع. اوكي خلي يصعد فوق احسن ما يبقى واقف بمكان البوابه. خلي هذه اخير وحده وهسه يا شباب راح نبلش الرسبن بالبوابه. اتمنى يا شباب انه ارسبنها صحيح لانه ما ادري احس انه الزاويه اللي دا احط بها زاويه غلط. اوكي طبعا اللي ما يعرف يا شباب هنا بالبوابه مال الاند لازم تخلي كل العيون بنفس الاتجاه. اذا ما تخليها بنفس الاتجاه ما راح ترسبن. فشوفوا يا شباب هسه ما رسبنت لانه الزاويه اللي كنت اخلي بيها العيون كانت خطا. فهسه لازم نرجع نعيد كل شيء من البدايه. اوكي يا شباب ترسبنت اخيرا بوابه الاند. لكن يا شباب اكو شغله نسينا نسويها بالبدايه. خلينا يا شباب نروح نشوف الوذر بوست اذا راح يقدر يقاوم هذه البوابه الخارقه مالتنا. فخلي يا شباب رسبن الوذر بوست ونجيب الوذر بوست. وين الوذر بوست؟ اه هي يا شباب الوذر بوست. وراح نرسبنه ونشوف اذا راح يقدر يقاوم هذه البوابه. بالبدايه خلينا نخلي بوابه بمكان يكون بعيد على بوابه الاند لان ما نريدها تتفجر. فخلينا نخلي هذه البوابه الخارقه هنا 1 2 3. شوفوا يا شباب والله حركه رهيبه. شوف شلون تطلع من الارض صوتها مخيف. اوكي هسه راح نرسبن هنا الوذر بوست. والمفروض اول ما راح يترسبن الوذر بوست البوابه راح تهاجمه لانه يعتبره فشي خطر عليه لانه هذه نفس ما قلت لكم راح تدافع عني. فالمفروض هسه يترسبن الوذر بوست. وذر بوست يا ورع ما اعرف ليش ما ترسبن يمكن لانه هذول جوا والله ما ادري. وخر يا ورع وخر يا ورع وخر انت هو. اوكي خليني اوخرهم ونخلي هذه هنا. ليش ما ترسبن؟ ما ادري يا شباب يمكن ما ترسبن وذر بوست لانه كان كلش قريب على البوابه. فخلي رسبنه بمسافه شويه ابعد ونشوف هالمره اذا راح يترسبن لو لا. فنخلي هنا بهذا الشكل ونخلي وحده منا ونخلي بعد وحده منا. اوكي المفروض هسه يا شباب يترسبن. نقول 1 2 3 اضرب اضرب اضرب. الله علينا رسبنا يا شباب رسبنا الوذر بوست. لا 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 اريد اباوع اريد اباوع. اوه شوفوا يا شباب بدا يتهاجم الوذر بوست. اوكي الوذر بوست حاليا يا شباب واقف لازم اي هسه بدا يتحرك. هسه بدت يا شباب المعركه اوه شوفوا يا شباب شوفوا شلون يدمج الوذر بوست. شوف راح يموت مات الوذر بوست. والله يا شباب ما طول اكثر من 20 ثانيه حتى ما لحقت اشوفه يا شباب ما لحقت اشوفه يهاجم. رسن اجى يا شباب الوذر بوست هنا بالنص عنده وبدا يتدمج بشكل مو طبيعي. هسه هنا هم اكو فشي يتدمج جوا. دا اسمع صوت يا اخي صوت مزعج. خليني يا شباب نروح بعيدين شويه او خلينا نطفيها خلاص بما انه استنى الوذر بوست. هذا سلايم يا اخي يدفعني الورع يدفعني. اوكي خلينا نشيل يا شباب البوابه مالتنا وهسه نروح على الاند نشوف اذا التنين راح يقدر يقاوم. بس والله يا شباب الوذر بوست اختفى يا اخي تبخر ما طول اكثر من 20 ثانيه.
خلينا يا شباب هسه نروح على بوابة الاند ونشوف التنين اذا راح يقدر يقاوم لو لا. اوكي يا شباب هسه راح اروح، بس اتمنى انه هذول المزعجين ما يجون وياي. واخر يا ورع، اوه كلاما ما انتبهت عليها، عندنا لاما يا شباب. شوفوا كل هذول اصدقائنا ما عدا السلايم، السلايم ده يدمج بينا ما ادري ليش. فيلا واحد اثنين ثلاثة، ان شاء الله ما يجون يا رب، اريدهم ما يجون، اريد اخلص منهم. يمكن اني ناسي شيء. اوه خروف، طيب شو راح اطلع اني منه؟ والله يا شباب جبت العيد بروحي، كان المفروض اجيب بيكاكس بس نسيت اجيب، فخلينا نحاول جيم مود ونكسر. اوكي خلينا نطلع برا. وين التنين؟ باعوا يا شباب، خلينا نجيب همات النايت فيجن، ناخذ نايت فيجن ويانا نرجع سرفايفل يا شباب. بس خلينا نرمي نايت فيجن حتى نقدر نشوف، ولازم ما نبوع على الاندرمان لانه يا شباب ما نريد ندعس من قبل الاندرمان. بس خلينا نغير اشوف غير بوابه، اشوف هذه او هذه ما اعرف صراحه، كل وحده عندها خصائص وانا ما مجربهن يا شباب. هسه راح نجرب وحده منهن على التنين، نشوف هذا التنين وين التنين. التنين واقف هناك ليش؟ اريد ابعد التنين بس اخاف صراحه من الاندرمان. اوكي اوكي اوكي، يلا واحد اثنين ثلاثه ارمي. الله علينا يا شباب، شوف شلون ده ترسبني، والله شكلها مخيف. واو شوفوا يا شباب، شوفوا التنين شلون ده يدمج، شوفوا يا شباب التنين شلون ده يدمج بسرعه. مع العلم انه موجوده الابراج مال التنين، هذه الابراج اللي تعطيه اللي تعطي طاقه موجوده، مع العلم انه ده يدمج بشكل مو طبيعي. شوفوا يا شباب والله صوته عالي، ما اقدر اسمع شيء، خليني اروح شويه بعيد. اوكي حتى الصوت بس شوي ينصح. شوفوا يا شباب التنين طار نص دمه، بقى عنده نص ويموت. التنين حاليا حيل بعيد عليها وده تهاجمه يا شباب، ده تهاجمه بشكل مو طبيعي. اتوقع اذا يتقرب التنين عليها هنا يدخل بداخلها نفس الوذر بوست راح يموت بسرعه. باقي له شويه يا شباب، باقي له شويه، خلينا نشوف شو راح يموت. يلا بعد ضربتين، بعد ضربتين مو اكثر، ضربتين بس. طبعا التنين ما يقدر يهيل لان بعيد عن هذني الابراج مالته، راح يموت راح يموت. ضربه واحده، ضربه ضربه او ضربتين، باقي ضربه واحده يا شباب، باقي ضربه واحده ويموت التنين. يلا جاهزين، طلع علينا يا شباب، مات التنين. شوفوا يا شباب قتلنا التنين بدون ما نسوي اي شيء، والله اسطوريه يا شباب قتلنا التنين. خلينا ناخذ الاكس بي، وين 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 راح يرسمين الاكس بي؟ قامت تمطر يا شباب. والله اسطوري يا شباب البوابه، خلينا ناكل خطايا اللاعب مالتنا، جوعان. قتلنا التنين بدون ما نسوي اي شيء يا اخي، ايزي ايزي والله. ليش انا احب المودات يا اخي، تخلي ماينكرافت كله سهله. اوكي يا شباب هسه جربنا اقوى وحش، واقوى وحش يا شباب ما يقدر يصمد قبال هذه البوابه. خلينا نشوف هذه البوابه ايش قدمها، هذه بوابه نفس البوابه اللي قبلها، شوفوا دمها، دمها كلش كبير حتى ما اقدر اعده. خلينا نتحرش بال اوكي، خلينا نتحرش بالاندرمان ونشوف اذا الاندرمان راح يقدر اصلا يدمجني. والله ضربني ضربه واحده وتبخر. شوفوا يا شباب اول ما الاندرمان يفكر يهاجمني راس انت قتله، ما تعطي مجال يهاجمني. شوفوا اضرب اضرب اضرب. والله اسطوريه. اوكي تعال عمو الزومبي، خلينا ننهي المقطع شويه. يلا تعال. اوكي يا شباب هنا وصلنا لنهايه هذا المقطع، اتمنى يا شباب عجبكم، واذا شفتوا جدد بالقناه يا شباب لا تنسون تضغطون احلى لايك وتشتركوا بالقناه، وبس اشوفكم مقاطع جديده، باي باي. Hey brother, what you thinking? Leave that on record spinning.